بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قبل نادى رسالة أنا سدد خطانا وامنح القلب الوئات بالله ربا. عصر زلزلة الثوابت يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. تتقلب القلوب كما تقلب الرياح ريشة ظهرا بطن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما أحوجنا في هذا الزمان الذي أدركناه والظروف التي نعيشها الآن، وهو عصر زلزلة الثوابت، العصر الذي كنا نسمع عنه من قبل ونستبعده، فإذا هو أقرب من أحدنا أو أقرب إلى أحدنا من عنق رحله. عصر زلزلة الثوابت يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. تتقلب القلوب كما تقلب الرياح الريشة ظهرا لبطن. كثرت الفتن وتغيرت الأحوال بصورة حتى الثوابت التي كان لا يظن أنها يمكن أن تمس، وأنها كانت في حرم مصون، صارت الآن موضعا للنقاش، وذابت الحواجز حتى بين الكفر والإيمان، وشاعت هذه الاصطلاحات الإبليسية التي تشوش على الناس دينهم، مثل فهم الآخر وتقبل الآخر ووحدة الأديان والأديان الإبراهيمية ونحو ذلك من المفردات الإبليسية التي جل همها أن تزيل هذا الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، كي يزول هذا التميز بين صراط الذين أنعم الله عليهم وصراط المغضوب عليهم والضالين. وقد انتزع من هذه السورة الكريمة، سورة الفاتحة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنوان كتاب رائع له، وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فمن التزم وارتضى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن ذلك مستلزم أن يتبرأ من صراط المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى في المقام الأول. فنحن في هذا العصر كما ذكرنا، عصر زلزلة يعني الثوابت، أحوج ما نكون إلى مواجهة هذه الهجمات الشرسة التي تهدف كلها إلى فصل الدين عن الحياة، وحبس التدين داخل القفص الصدري بحيث لا يكون له أي أثر أو انطباع في معاملات الناس أو في نظم حياتهم، بحيث يصير كأي دين كهنوتي معزول عن الحياة. ولئن ساغ مثل هذا المبدأ عند غير المسلمين لأسباب ومسوغات مقبولة، فمن أفدح وأفحش الظلم أن يعمم ذلك حتى يطبق على شريعة الإسلام وعلى نظام الإسلام وعلى عقيدة الإسلام. فإن الإسلام دين ودولة، والإسلام بنظمه شامل لكل مناحي الحياة، وإلا يلزم من غير ذلك أو من لزوم هذا الطريق العالماني الخبيث أن تلغى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها
ضد حرية الحرية الشخصية مثلا، ويلغى الجهاد في سبيل الله لأنها ضد أخوة الأديان، ويلغى كثير من معالم هذا الدين، بل إذا قدر في ظل هذه الديانة العالمية الجديدة، إذا قدر أن يبعث الرسل وسط هذه القيم المائعة المميعة، لوجه الرسل بهذه الأشياء وصار جميع الأنبياء والمرسلين في صف، وصار هؤلاء العالمانيون من أصحاب هذه الدعوات في الصف المواجه للأنبياء. فما من نبي جاء بدعوة وإصلاح بجانب عقيدة التوحيد إلا ويوجد الآن ما يناقض أو يرفض دعوة الأنبياء، وفي مقدمة ذلك أعظم حقيقة في الوجود، وهي اللا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يستوي في هذه الديانة العالمية الجديدة الحق مع الباطل، والكفر مع الإيمان، والمعروف مع المنكر. وبالتالي لو قدر وبعث الأنبياء بدعوتهم إلى التوحيد وإلى الطاعة لا جابههم هؤلاء بنفس هذه الدعوات يعني المخربة. كما قلنا يعني هذه الديانة الجديدة التي تميع العقائد وتذهب الحدود الفاصلة بين حدودها سوف تنتهي يعني بأن تموت جميع القيم وجميع المبادئ، كما يقولون الحياد يقتل المبادئ، الحياد يقتل المبادئ. فالذي يرد هذه المنطقة الرمادية التي تذوب فيها الحدود ونتقبل فيها الآخر ونتفهم الآخر، حتى لو كان هذا الآخر يعبد الشمس أو القمر أو الأصنام أو غير ذلك، فهذه ثقافة وهذه تقاليد المجتمع وهذه ثقافته، وينبغي أن نهادنها وألا يعني نتعداها أو نطعن فيها، وإلا لكان في هذا عدم احترام للآخر. لن أفيض كي أترك الفرصة للمشايخ الأفاضل إن شاء الله اللي يفيدون بنصائحهم، ونكتفي بهذا القدر، ولكن يعني أقول نحن محتاجون إلى التميز أو الثبات بتعبير أدق، كما يعني ذكرنا في مناسبة قريبة، أن النصر أو الانتصار ليس له وجه واحد أو صورة واحدة كما يفهم بعض الناس، أن كي نكون منتصرين لابد أن تقوم دولة إسلامية تحيي الخلافة وكذا وكذا من هذه الأمال، وما دون ذلك فما هو إلا الإحباط واليأس والإحساس بالعجز والاستسلام أمام الأمر الواقع. في الحقيقة هذا المعنى غير صحيح، ويصادم حقائق القرآن الكريم، ويصادم قول الله تبارك وتعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، لم يقل فيغلب أو يغلب، لا يوصف المؤمن بأنه يغلب، فيقتل أو يغلب، ماذا إذا قتل؟ هي إحدى الحسنيين، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. فالانتصار ليس فقط بالصورة المثلى، نصر من الله وفتح قريب، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، لكن للانتصار وجوه أخرى، لأنك مطالب بأن تأخذ بالأسباب، ولن يحاسبك الله سبحانه وتعالى على النتائج. فمن الأنبياء، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. مع أن من الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يأتي ومعه الرهيط، عدد قليل استجابوا له، ومنهم من يأتي معه الرجلان أو الرجل، ومن الأنبياء من يأتي وليس معه أحد. مع أن القرآن يصف هؤلاء الأنبياء بأنهم منصورون، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي،
فمع وصفهم بالنصر إلا أن هذا النصر له صور شتى. الذي يعنينا الآن والذي نحتاجه من أنواع النصر هو الثبات على العقيدة، الثبات على المبدأ، الحفاظ على نقاء الإسلام وحراسة العقيدة والمفاهيم الإسلامية من أي تزوير أو تحريف تحت الضغوط التي يعني تتعرض لها بعض الجماعات مثلا ونراها تتنازل عن أساسيات العقيدة. فهذه هي الهزيمة، الثبات هو الانتصار. أهل الأصحاب الأخدود انتصروا وارتفعوا شهداء عند الله سبحانه وتعالى لثباتهم على العقيدة. النماذج كثيرة جدا أن النصر من صوره في بعض الظروف هي الثبات على العقيدة، حتى ولو قتل الإنسان أو عذب أو هجر أو شرد أو نحو ذلك. فهذه الصورة من أهم أنواع النصر التي ينبغي أن نحرص عليها، حتى وإن عجزنا عن بعض إقامة بعض يعني الأمال والتمكين، لكن القلب لا سلطان لأحد عليه، والثبات على المبدأ وعلى العقيدة هو حاليا يعتبر من صور النصر الباهر. لذلك كانت الأعمال بالخواتيم، وكانت الاستقامة مركبة من التقوى وثبات على التقوى. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني أن تضع قدميك على المنهج ثم أن تثبت عليه حتى الممات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا أجمعين، وأن يحسن عواقبنا، وأن يحسم خواتمنا. وأن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصريا على موقع أنا.